كاينه حاجه الرحمه على الوالدين. انا نعرفك، شوف انا نعرفك بصراحه تاعك وجه لك ما تكذبش. مليحه مليحه، ماشي مليحه مش مليحه، وما عباك بحتى واحد. احكي لي على الغنيه اللي انا سمعت دي زيكو، اسك صح ولا لا؟ لا وهذه بكري مامي ديالك غنيه بكري الرحمه على الوالدين. اهضر يا اخو اهضر. معليش معليش، دوكا راني نحكي لك واحد الحكايه. انا اون شونسون غنيتها في 90 في الماروك، زعزع خاطري نص الليل. هذه زعزع خاطري نص الليل ديجا ماشي ديالي ولا حاجه، انا تاني غنيتها من عند ناس ماهوش معروفين. واحد ما سمعها كيغناها هذاك الناس، سمعتها غير انت. كيف سمعتها؟ لا لا سمعتها في الماروك، خرجت فيها في الوقت، خرجت فيها البوم وكل شيء. ومن بعد عاودها مامي، مي سافا با دير. قلت لك انا زعما قلت باللي داها لي. ما قلتش داها لي، قلت تزعزع خاطري نص الليل غنيتها انا قبله. بصح انت ما دارت سكسي عندك وعنده دارت سكسي. لا لا دارت سكسي ديالي، دارت سكسي والله دارت سكسي. باسكو انا في الماروك قبل ما نشيع هنا وقبل ما واحد ما يعرفني في الماروك كنت فوالا في الماروك كنت انايا. على ذكر الماروك دونك شفنا انه الشاب خالد مثلا راح غناها في الماروك حتى ولا معاه، يعني يقدروا يجيبوها. كذلك كاين هذاك المغني مثلا، كاين الشاب بلال اعتقد لو اسمه الشاب لا بلال رضا طلياني مثلا، كاين ثاني فوضى.